السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام. سؤال دائما يجيني، ليش تلعب دارك سولز؟ ما تطفش من دارك سولز؟ لا تفهموني غلط، أنا ماني محبط على حاجة، بالعكس مبسوط، مبسوط إني بجاوب على السؤال، وأحب بس أوضح هذه النقطة. دائما يجيني ذا السؤال، ليش تلعب دارك سولز؟ ما تطفش من دارك سولز؟ دارك سولز دارك سولز دارك سولز يا شباب، او ديمون سولز، هي من ديمون سولز، السبب ديمون سولز. ديمون سولز فايروس، جاني فايروس سولز، ارواح حقت اللعبه دي. ف من يوم ما لعبت ديمون سولز تغيرت وجهتي في الالعاب، تغيرت يعني 180 درجه. قبل ديمون سولز كنت العب بس شوتينج 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 وسيارات واي لعبه ثانيه، ما كنت مره يعني داخل في الار بي جي. كنت العب ار بي جي بس ما كنت داخل فيها مره متعمق. من يوم ما بدات العب ديمون سولز، اول مره مسكت اللعبه كذا خشيت، عجبني اسلوب السيستم، اسلوب الفايت. ممكن انا قبل امس قلت لعصام انه ديمون سولز انا ختمتها لاول مره بعد سنه ونص. يمديكم تخشوا على حسابي كاندي فرسل وتشوفوا التروفيات، وتشوفوا التروفيات العاديه اللي تجيك اللي هي اهزم الزعمة او جيب التختيمه، شوف تروفية حقت التختيمة ومثلا تروفية مثلا حقة تهزم الزعيم فلاني، فتلاقي فرق بينها سنة سنة ونص، فكان فرق طويل. تخيلوا في السنة دي كنت قاعد بس في عالم 14-1 وقاعد بس ألعب أونلاين. أونلاين كان أسلوب أونلاين فلة، يعني ما يعني لعبة ما تبغى تختم، يعني مو بلازم تختم. خلاص معايا جبت السلاح اللي أنا أحبه، جبت الملابس اللي أنا أحبها، طورت التطوير اللي أنا أفضلها، روح يا عم. ما كان داخل بالي يعني بختم ولا حاجه، كان في بالي بس بلعب اونلاين والعب اونلاين والعب اونلاين والعب اونلاين بدون ملل. فهذا هو السبب يعني اللي يخليك تلعب ذي الالعاب، يعني بالذات سولز، العاب السولز، انه فيها اسلوب الاونلاين، اسلوب التحدي، اسلوب ال تشالنج، انه اذا انت هزمت شخص يجيك شيء، يعني تحس بشعور انك هزمته، عارف؟ وبالذات في ديمون سولز، ايام ديمون سولز كان اللعب فله، يعني صح انه بعض الاحيان تغزي واحد تلاقي اثنين يستنونك، نادر نادر نادر، ممكن 1% تلاقي الاثنين يخشوا فيك. كان في السولز اول ما نزلت اللعبه كان في ناس كذا، اللعبه على البلاي ستيشن ما خرب السولز الا لما نزل على الاجهزه الثانيه. لما كان على السوني قسم بالله يعني كان لعب نظيف، كنت تغزي الاقي اثنين، الهوست يقعد فوق الحجر في عالم 4.1 حلو، والثاني يجيني. حتى بعض الأحيان أذكره كان يمدي يستدعي اثنين، والله كلهم يتكون ويجي واحد، تهزم الواحد يجي اللي بعده، تهزم الثاني يجي الهوست باري. لعب فلة، مو يعني شوف الفيديو اللي أمس أنا نزلته، طبيت كأني غلطت على أمه يا شيخ، طبوا علي يا شيخ، ديف ديف، يعني إيش سويت لكم؟ يعني أوكي تبي تختموا اللعبة على حالي وراسي، بس هذا جزء من اللعبة أنه يعني ألعبه، بس مو ثلاثة تخشوا في واحد، عارف؟ يمديك تهزمهم، يعني لما يطب عليك ثلاثة يمديك تهزمهم، بس معجزة يبغالك، عارف؟ يبغالك معجزة، يبغالك مثلا تستخدم البيئة اللي في نفس اللعبة، يعني مثلا تسوي لهم فخ، تروح عند الوحوش، تخلي الوحوش تساعدك زي كذا. بس يعني زي الفيديو اللي شفتوه يعني حشرينك. فأنا الحين قاعد أطلع برا الموضوع، فليش أنا ألعب دارك سولز؟ أسلوب الريورد، أسلوب لما أنا ألعب لعبة، ما ألعب لعبة سهلة، عارف؟ قاعد ألعب لعبة وفيها تشعب يعني بشكل مو طبيعي، يعني مديني مرة ألعب سياف، مرة ألعب اغتيالات، مرة ألعب سحر، مرة ألعب ميركل، مرة ألعب سحر على ديكستريتي، مرة ألعب سياف على فيث، يعني ما تطفش، تقعد تجرب تجرب تجرب. يعني أنا الحين لي من 2009 وأنا ألعب سولز، ألعاب السولز، إلى الآن أحس أني مشبعت، أبغى زيادة، أحس أني ما اكتفيت، يعني اللي الشركة قاعد تقدمها لي ما اكتفيت، أبغى زيادة. يعني ديمون سولز في أي وقت أنا مستعد أرجع لها، في أي وقت الحين ممكن أرجع ألعبها، إذا في شباب يلعبون معايا قدام نلعب بي في بي. حتى قبل أمس كنت أفكر أني، أظن أمس كنت أفكر أني أبدأ تختيم جديد لديمون سولز بشخصية جديدة، ودي كذا بختمه، عارف؟ ما عندي مانع، عارف؟ والشيء الثاني ليش انا مثلا انزل في القناه يعني دارك سولز وديمون سولز، شوف لما تنزل شيء انت تفهم فيه تبدع فيه، ما ابغى اقعد امدح في نفسي، بس اذا شيء انت تحبه حتبدع فيه. مثلا تعلي مثلا قول لي مثلا بسام نزل ماينكرافت، ما اعرف العبه،
ما اعرف العبها والله، حتى لو تسالني تقول ايش اللي مشي والله ما اعرف، لاني ولا عمري لعبتها. ممكن لو لعبتها تصير فله، انا متاكد انها لعبه حلوه يعني، ما في ناس كثيره تلعبها اذا هي ما هي فله. بس انا من النوع اللي احب العب العاب اللي انا احبها يعني، انا ماني مجبر على العاب ما احبها يعني، مثلا لعبه ما احبها وما دانيها على سبيل المثال. لا اله الا الله، تقريبا ما في لعبه ما احبها يعني، في لعبه ما افضلها بس في لعبه ما احبها لا لا، بس في العاب يعني احب العبها يعني. مثلا عندك بوردرلاند، ممتعة لعبة ممتعة يعني، اللي يجي يقول لي انت بس دارك سولز دارك سولز، طيب شوف بوردرلاند، وصلت مع العيال حلقة 47 وفعليا انا في يعني التسجيل عندي وصلت حلقات في 70، فماشي فيها يعني. لا تقول لي ان انت بس تنزل، وغير العاب ثانية يعني، ختمت ديمون سولز وتقريبا ديمون سولز ودارك سولز. دارك سولز انا معاك، انا موافق الرأي انه انا بس انزل دارك سولز، انا معاك ما اقول انت كذاب، لا انت انا ما انزل دارك سولز، بالعكس انا انزل دارك سولز. كم مره ختمت بسوتي مرتين، ختمت على البي سي ختمتها، وختمت النيو جيم بلس، والحين قاعد اختم مع الشباب، فتقريبا 6 تختيمات. وفي فيديو اليوم سجلته الحلقه الرابعه والخامسه، اتمنى انكم تشوفونه، ممكن تنزل بكره او بعده، اتمنى انكم تشوفونه. فانا ذكرت حاجه مهمه، نقطه مهمه يعني، قلت احب العبها لعبه ما مل منها، انا مستعد اقعد اختم. فكنت قاعد اقول للشباب في التختيم، قاعد اقول لهم قولوا لي رايكم يا شباب، ايش رايكم هذه شخصيه ما هي حقت بي في بي يعني، ما انصح احد يقلدها لانه حيكون ليفلها جدا عالي، فايش رايكم ابدا بتختيم شخصيات حقت بي في بي من الصفر، ابدا معاكم من الصفر ولين ما نجيب الاشياء، بس ما حيكون حل كامل يعني، حروح اجيب الاشياء اللي انا ابغاها بس يعني. مثلا خلينا نقول بخلي شخصيتي فيث، ما اروح اساعد بيغات لانه ما احتاجه فعليا، فاروح اجيب الاشياء اللي انا احتاجها والعكس. فهذا كانت فكره كانت في بالي، فما امل منها يا شيخ، ما تمل يعني. امس والله تضحكون علي، امس تخيلوا عندي على الشريط حق القديم 3 شخصيات جبتها الإضافة، واثنين منها قعدت ألعب بي في بي وكلها نزلتها، اللي هي شخصية ساتو اللي هي الشخصية المقتبسة من الفارس كريم، جبتها الإضافة اللي هي بس يستعمل الدارك مون، وجبت شخصية جريفيث اللي هي قاعد أختم مع أحمد وعصام. شوفوني وصلت إضافة وقاعد ألعب بي في بي، وتشوف أشياء متنوعة، تشوف هذا كيف يلعب وهذا كيف يلعب، وأوه يا ليتني سويت كذا، وترجع تبني شخصية من جديد وترجع تبنيها بحيث أنك تنبسط، ولما تبنيها وخلاص توصلها الليفل اللي أنت تبغاه تقول يو يا ليتني سويت كذا وترجع، فما تمل. بالعكس أنا لما أرجع ما أندم، أنبسط، أحب أختم، أحب أرجع أسوي شخصية جديدة، أحب أجرب 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 أجرب، وهذا الشيء اللي ممتع في ألعاب السولز يعني. تحدي بلا حدود، ما أمل منها، أنا مستعد ألعبها من الحين لين لما تنزل لعبة ثانية سولز جيمز جديدة، ولما تنزل لعبة سولز جديدة حقعد أختمها. من جد لعبة تستحق أنك تلعبها، يكفيك لعبة. المطور مايزاكي كذا قال قبل ما تنزل اللعبة يعني، اللي شرى الليميتد إديشن يجي معاها شريط اسمه بيهايند ذا سين، شوف الجزء الثالث بارت 3، شوف في نهايه ايش يقول يعني، بترجمها ايش قال. هو قال يا جماعه ترقبوا لعبه من افضل الالعاب اللي حتلعبوها في حياتكم، يعني كلام كبير. تخيل من واحد يصمم لعبه ولعبته لسه ما بدات تنباع يقول ذا الكلام، يعني ينزل لك شيء وهو ضامن، يراهن على لعبته، يراهن على لعبتي بتمشي لانه متاكد. لا ما بينزل لك لعبه وثلاث ارباع جلتشات صح انه كان في اخطاء في اللعبه، بس كالمحتوى ككل لعبه تهزم زعيم يا شيخ، تحس نفسك انجزت حاجه يعني. انا اذكر اول زعيم في دارك سولز، اول زعيم اللي هو في المنطقه الاختياريه معاي السيف المكسور، وحاربه ويموتني ويدعس وجهي، وما ادري عن الباب ما ادري، وقسما بالله يا شباب اني قعدت يوم ونص، وهذا انا لاعب ديمون سولز ماني عارف شيء غريب. في ديمون سولز لا يمديك تسوي سكيب للتوتوريال او يمديك، هذا غصبا عنك كان يموتني ويجيبني، لكن هذا كنت احسب انه انا لازم اباري. فشوف كيف يعني حسسك انك ولا شيء، حتى لو انك مختم ديمون سولز وجاب بلاتينيوم ما كنت تدري عن الباب.
استشرت ولد خالتي هيثم الله يذكره بالخير، يا هيثم هيثم ما شاء الله ار بي جي. قلت له هيثم ابوي الموضوع كت 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 زعيم، اول ما ابدا الشريط دقيقتين وهو فجي معايا سيف مكسور وما يموت يا اخي، اسوي له دمج 2 2 2 يعني اقصى مده اقصى مده قعدت معاه تقريبا ربع ساعه اتفادى 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 واضرب اتفادى واضرب اتفادى واضرب. بعدين قال لي يا حبيبي شوف اغلب العاب ار بي جي زي كذا معناته سيفك. قلت له ايوه سيف، يعني انا اخترت شخصيه وسيف الرئيسي اللي وروني اياه في الصوره مو في وينه. فقال لي هو ما لعب دارك سولز ولا يفكر انه يلعبها لانه هو من النوع اللي يحب الالعاب الاستراتيجيه. فقال لي شوف العاب ار بي جي زي كذا معناته ما انت مجبر تباري دور كذا. والله العظيم هو ولا عمره لعب لا ديمون سولز ولا دارك سولز، فانت لو بس كذا تشغل مخك شويه. انا ما شغلت مخي في وقتها. قال لي دور دور زين تلاقي في مخرج، مو لازم هذا تباري. قال لي اتحداك لو هذا تتباري. لا كيف ابوي باب مقفل كل شيء. قال لي دور اصلا كيف بيخلوك تباري زعيم وسيف مكسور بالعقل يا بسام، دور زين. والله وانا اكلمه وخشيت واقرا الرساله ذيك قلت اوي، حتى قلت له الرساله. قال لي دور والله ولاقي الباب على صار واشرد. قلت انت مجنون انت كينج، هذا واحد ما لعبه يعني بس يبغى له تشغيله مخ تفكر زين. يعني مثلا لما تروح تباري كويلاك العنكبوتة اللي تسوي ضربات نار تيجي تضربها بضربات نار ما بيسوي لها دمج، عرفت كيف؟ يعني يبغى له تفكير. في ديمون سولز مثلا الزعمة جدا صعبين وكلهم اقوياء واحلى فله اقوياء اقوياء، بس لو تجيله بالملابس الصح وبالسيف الصح وبالخواتم الصح الزعيم يصير تافه سهل يمديك تهزمه لو ليفلك واحد يا شيخ من جد اهرج. ونفس الشيء في ديمون سولز، يعني انا مثلا انا رحت ختمت اللعبه بشخصيه هانتر ليفل 4 ما استخدم الا الاسهم والسيف الصغير اللي يبدا فيه الهانتر. كنت في البدايه اقول مستحيل مستحيل مستحيله، ورحت عمي رحت وطمتهم كنت اموت. يعني هذا جزء من تجربه اللعبه انك تموت 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 وتتعلم من خطاك وتبدع وتيجي بعدين. يعني مثلا الدبو النحيف قعد ثلاثة أيام يا شباب، ثلاثة أيام أحاول 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 والعيال نواف معتز ما حيمديك تموت، لو تموت لك اللي تبغى يا واد استهدي بالله حموته. كنت كذا أقول لهم إلا حموت ما حلعب لعبة ثانية إلا لما أموته، حطيتها في بالي. وفعلا ثلاثة أيام وأنا هزمهم، وهزمتهم في 10 دقائق وحط لكم الفيديو عشان تشوفونه. 10 دقائق فايت، عرفت نقطة ضعفهم، عرفت متى أتفادى، عرفت متى أضرب، وهذا ليفلي 4. فاللعب وشوفوني بعدين لما هزمتهم يا شيخ جاني شعور ولا أحلى، حسيت أني أنجزت شيء، سويت إنجاز يعني انبسطت انبسطت انبسطت. فهذا هو الشعور اللي أنا أحبه، أنا أحب ذا الشعور، وهذا الشعور هو اللي يخليني ألعب دارك سولز، هو اللي يخليني أستمر في دارك سولز. يعني الخلاصة ليش أنا ألعب دارك سولز بكثرة وليش أنزل تختيم دارك سولز، عشان انا تراني احب ذا الشعور. صح اني مختمها فوق 25 مره تقريبا 27 مره والا الان ادمنت على ذا الشعور، شعور اني فزت، مو هزمت كذا اي احد وخلاص، لا شعور انك تنتصر تفوز تنبسط يجيك يا شيخ تبغى تختم. انا امس باريت ارتوريس كنت على سكايب اكلم احمد وعصام شويه فجاه دخلت جو لدرجه اني كنت لا تضحكون عليها وانا اضارب ارتوريس كنت اسولف معاه، يعني قاعد اتكلم اكلمه ارتوريس اضربني لا هذا كل اللي عندك هذا اللي عندك كله وين ارتوريس يا وكنت اقول له اضرب واسيبه يضربني وارجع واضربه. فكنت داخل جو ولما موتته انبسط، عرفت كيف؟ يعني شعور فله، يعني الشعور هذا هو اللي خلينا نستمر نلعب دارك سولز وديمون سولز بالذات. ديمون سولز انا بالنسبه لي هي نقطه التحول، يعني لعبه خلونا نشرب مويه تكلمت كثير. يعني ديمون سولز غيرت فكري في الالعاب، صرت احب هذا النوع من الالعاب. لو ينزلوا لي اي لعبه زي كذا انا حبيت ذي الشركه لانهم ادونا ذي اللعبه ادونا فرصه ان نلعب هذه اللعبه. مو معناته انا ما العب ترى العاب ثانيه، بالعكس والله العب، بس بيني وبينكم اكون صادق معاكم ديمون سولز دارك سولز خلتني كذا ابعد عن الالعاب الثانيه. صح اني العبها، يعني ألعب لعبت بلاك هوبز لعبت كوث 8 وجبت برستيجات، يعني بلاك هوبز برستيج 15 وفي كوث 8 أظن وصلت برستيج 15. يعني ألعب أفت وأعرف ألعب، يعني ما أقول لك نوب لا أعرف ألعب. أديني ألعاب ثانية قادة فور لينكوني
العب مثلا سكايرم، العب ليتل بيج بلانيت، العب اي لعبه، اعطيني لعبه العبها انبسط احبها، بس لعبه اني العبها وانا من جوا مبسوط وابغى الشعور هذا، شعور اني كذا لما تسوي شيء يجيك شيء، يعني يجيك شعور فل انك انت هزمت هذا المخلوق اللي قدامك كبير تهبده وتنبسط. يعني انت في البدايه تقول مستحيل، يعني انا لما دخلت باري ايرون جولم لاول مره كنت اطول فيه، هذا مستحيل اموته، هبت فيني لما قال امين مستحيل اموته مستحيل، بعدين اموته، قلت يا عمي ما في شيء مستحيل، هذول اموته. فبعدين تعلمت نظريه اي شيء تضربه يمديك تموته في لعبه دارك سولز ديمون سولز. فهذه الخلاصه بلم الموضوع، انا العب دارك سولز ديمون سولز، انزل التختيمات عليها بكثره لانها لعبه احبها وانا احب اقدم شيء انا احبه. ف ما اظن اني لو بقدم شيء ثاني، لو بقدم شيء ثاني بقدم شيء انا احبه طبعا، شيء اكيد شيء 100% بقدم شيء انا اموت فيه، شيء انا احبه، لان ما بقدم شيء يكون ناقص، عارف يعني اني اكون قدمته انا منبسط. ديمون سولز، دارك سولز، العاب الثانيه دي اللي قاعد العب بوردر لاند وانا مبسوط، فاقدم اذا نزلت شيء انا احبه حبدا يعني حنزله وانا مبسوط وحيكون التختيم فن. لكن لما مثلا اجي العب لعبه ما ابغاها ما بلعبها ف ما حتنبسطه، ما حيكون فلة. فأتمنى أنه اللي يسمعني الحين ما جرب دارك سولز، جرب دارك سولز، لو لعب دارك سولز وختمتها وانت من عشاق دارك سولز زيي وعجبك الكلام اللي أنا قلته بريز ذا سان. يلا شباب هذا كل اللي عندي، معلش المقطع طويل بس حبيت أقول اللي في قلبي وأقول لكم إياه. فيا هذا كل اللي عندي شباب، كان معكم أخوكم بسام وفمان الله.